فمحدش يقدر ينكر هذه الحقائق، لان دي حقائق مسجله في التاريخ. انما الجيش المصري كجيش لا، من اصلب واقوى الجيوش عندما يحارب، لان فكره الاستشهاد عنده مطروحه، وفكره الصلابه في القتال مطروحه، والقيادات العسكريه بتاعته معروفه، وهو جزء من الدوله العصريه الحديثه في مصر. الجيش مرتبط تماما بالدوله العصريه، هو اللي عمل الدوله الحديثه من ايام محمد علي. كان عايز جيش قوي، فعمل صناعه عشان يعمل سلاح، وده خلاه يعمل تعليم، فبعت البعثات بره. تبص تلاقي التسلسل كله ينتهي في النهايه بايجاد قوه عسكريه قويه. ده غير تجربه المليون متعلم، المليون جامعي في 73. طبعا اللي دخلوا كلهم دول، وانا ليا زملاء يعني قعدوا 7 سنين و8 سنين.